سيدنا نوح عشان حبيبنا الاسطوره في الشواطئ، هو لا اسطوره ولا حاجه، هو ما بيعرفش يعوم، شغل منقذ وما بيعرفش يعوم. دي المفارقه الكوميديه الموجوده في الفيلم. الفيلم كتبه الاستاذ محمد فضل من فتره وقعدنا عليه اشتغلنا عليه فتره كبيره. انا حبيت الفيلم لانه فيلم عن اسكندريه، فيلم كله في البحر في الاماكن المفتوحه، نخرج من شعور من جو الدكتورات المقبوله. عجبتني شخصيه حليمه جدا، لان انا بقالي 5 سنين قايل على السينما بعد فيلم الفيل في مدريد، انا اتعرض لانتقادات رهيبه جدا بسبب موقفي السياسي كان في الوقت ده. فقعدت فتره قايل على السينما عشان ادور على سيناريو، لغايه لما ربنا وفقني في السينما